بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء، باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول المرسلة أم محمد. أم محمد لها قضية أطالت في شرحها، ملخصها أنها ابتليت بزوج لا يصلي، وهو في ذات الوقت عنيف ولا يستجيب للنصيحة، ولها منه أولاد، فكيف تتصرف والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الحقيقة ما سمعناه في هذا السؤال مشكلة يشكو منها كثير من النساء، وذلك بسبب تصرف أوليائهن عند التزويج، فلا يتحرون الأزواج الصالحين لمولياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. بدأ بالدين عليه الصلاة والسلام، فالمرأة أمانة عند وليها، يجب أن يحسن الاختيار له وأن يتحرى الصالح لزواجها. فما وقع فيه كثير من النساء من هذا الإشكال غالبه إهمال الأولياء عند التزويج. الواجب على المرأة إذا ابتليت بمثل هذا الزوج الذي لا يصلي ولا يبالي بأمور الدين أن تناصحه وأن تأمره بالصلاة، ترك المحرمات وأداء الفرائض، فإن امتثل فالحمد لله وهي زوجته، وإن لم يمتثل فإنه يجب عليها أن تطلب الفراق منه، ولا يجوز لها أن تقيم مع رجل يحارب الله ورسوله ويضيع الصلاة ويتركها متعمدا. من ترك الصلاة متعمدا خرج من الملة، كفر بالله عز وجل، ولا يجوز للمسلمة أن تقيم معه. وأما من كان يصلي لكنه يترك صلاة الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا مضيع للصلاة ومتساهل في شأنها، يجب عليها أن تناصحه وأن تديم الإنكار عليه لعله أن يستقيم، فإن لم يمتثل فلها أن تطلب الفراق منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما ذكرت شيخ صالح، ذكرت الأطفال ومشكلة الأطفال، وذيلت الرسالة بقولها: إن تركت أولادي إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. الأولاد في هذه القضية إذا نظرت فيها المحكمة فإنها تحكم بالأصلح للأولاد، فإذا كان بقاؤهم معه فيه مضرة عليهم في دينهم وفي عقيدتهم فإنهم ينزعون منه ولا يتركون مع أب منحرف في سلوكه وفي عقيدته، بل ينزعون منه وليس له عليهم حضانة ولا ولاية، وإنما تنقل إلى من هو أصلح منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الصلاة كما تفضلتم لها أهميتها، لكن بعض الناس يفرق بين كونه لا يصلي مع جماعة وبين كونه يصلي لكن يصلي في البيت. هو إذا ترك صلاة الجماعة فإنها تصح صلاته إذا أداها في الوقت، تصح، ولكنه ترك واجبا عظيما وهو صلاة الجماعة، يستحق عليه الوعيد الشديد، ويكون متصفا بصفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالنار، فدل على أنه تارك
لكل واجب عظيم وواقع في معصية عظيمة، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يخاف من الله. ولأن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة فهذه خطوة إلى تركها نهائيا، لأنه إذا ترك الصلاة مع الجماعة فإنه يتدرج إلى أن يصليها خارج الوقت، ثم يتدرج إلى أن يتركها نهائيا، لأن هذه خطوات الشيطان مع المسلم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحافظ على الصلوات مع الجماعة، لأنها عمود الإسلام ولأنها رأس ماله، ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يحافظ على الصلاة مع الجماعة في فروض، ولكنه لا يحافظ عليها في فروض أخرى، كما تذكر صاحبة هذه الرسالة وتخص بالذات صلاة الفجر. الصلوات يجب المحافظة عليها كلها مع الجماعة. قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم دائمون. الواجب على المسلم أن يحافظ على كل الصلوات مع الجماعة، والفجر بالذات يتأكد عليه أن يحافظ عليها ليسلم من صفات المنافقين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا المستمع محمد ألف نون سوداني بعث يسأل ويقول إخوتي في الإسلام لي سؤال يهمني كثيرا، وهو أنني أعمل حارس في منطقة خارج مدينة الرياض بحوالي كيلو ونصف، ولا يوجد لدي سيارة، وسكني عبارة عن صندوق كبير لا يسع أكثر من السرير وبعض المعدات موضوعة حوله، وحينئذ أقوم بحراستها. وأكثر ما يحيرني عندما أسمع الأذان فإنني لا أستطيع مغادرة المكان خوفا على ما حول المكان الذي أجلس فيه، وجهوني حينئذ جزاكم الله خيرا. أنت معذور في بقائك في موضع الحراسة إذا كان هذه المعدات يخشى عليها من السرقة، فأنت معذور في بقائك في المكان وصلاتك في مكانك، لأن هذا من الأعذار الشرعية التي تسقط صلاة الجماعة، تسقط وجوب صلاة الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك أعذار شيخ صالح تسقط وجوب صلاة الجماعة عن الإنسان؟ نعم. طيب. مثل هذا الذي ذكره السائل، إذا ما هو مستحفظ عليه. نعم. ويخشى من ضياعه إذا ذهب، هذا عذر. المرض عذر في التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان مريضا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. نعم. أو يشق عليه ذلك، أو يخشى أن يتضاعف عليه المرض. طيب. فهذا عذر. وكذلك إذا حال بينه وبين المسجد عدو يخشى أن يسطو عليه وأن يتسلط عليه، فإن هذا من الأعذار التي تبيح له أن يصلي في بيته. جزاكم الله خيرا. هذا يعين أولئك الذين أرسلوا من الأردن يسألون عن هذا الموضوع، لعلهم يستفيدون أيضا مما تفضلتم به، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا يا رسول الله من عذر؟ قال خوف أو مرض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. المستمع تاج الدين بدال يسأل ويقول هل قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بدون البسملة تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لأن البسملة على الصحيح ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة يستحب أن تقرأ قبل كل سورة ما عدا براءة، فهي آية مستقلة يستحب أن تقرأ قبل كل سورة ما عدا براءة وليست من الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة فإن صلاته صح، قرأ الفاتحة بدون بسم الله الرحمن الرحيم فإن صلاته صحيحة على القول الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أيضا أحيانا تقتضي الظروف بأن نقيم أداء الموظفين من حيث الانضباط والأداء، وأحيانا نصف بعض الموظفين بصفات غير جيدة، فهل يعد هذا من الغيبة؟ ليس هذا من الغيبة إذا كان ما ذكرتموه صحيح،
واقعا في الموظف، الواجب عليكم الصدق والعدل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الواجب على المستحفظ على هذه الأمور، على تقييم الموظفين ودرجاتهم، يجب عليه الصدق والعدل والإنصاف، وأن لا يظلم أحدا، وأن لا يكتم العيوب التي في بعض الموظفين، لأن هذا غش في العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير: هل تصح صلاتي خلف إمام أكره طريقة تلاوته للقرآن؟ إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى فلا تصح صلاتك خلفه، كما لو قرأ العالمين بالكسر قال الحمد لله رب العالمين، هذا يحيل المعنى. أما إذا كان هذا الإمام لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاتك صحيحة خلفه، ولو كنت ترى أن قراءته ليست على الوجه التام وعليها ملاحظة، ما دام أنه لا يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة، في سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، أما اللحن في غيرها فلا يضر، وإن كان الأولى أن يتعلم وأن يعدل قراءته. والذي ينبغي لك أنك تعلم هذا الإمام، تنبهه على الأخطاء وتدرسه على الوجه الصحيح للقرآن، تكون محسنا في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ضواحب جادية رسالة بعث بها المستمع صالح مصلح العتيبي، يقول: سمعت حديثا يقول: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمته من فتنة المسيح الدجال، هل هذا الحديث صحيح؟ وكذلك سمعت الحديث الذي معنى: من قرأ يوم الجمعة سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. الحديث الأول ليس هو من حفظ 10 آيات، بل من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من الدجال، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلفظ من قرأ أو تلا. وأما الحديث الثاني الوارد في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فله أصل، وإن لم يبلغ درجة الصحة ولكن يستحب قراءتها في هذا اليوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن عمان رسالة بعث بها المستمع عبد الرازق عبد الرحيم فياض، يسأل جمعا من الأسئلة فيقول: هل يجوز للإنسان أو هل يشرع للإنسان أن يدخل الماء داخل عينيه أثناء الوضوء؟ هذا من التكلف الذي لم يأمر الله به ولا رسوله، فلا يدخل الماء إلى داخل عينيه، لأن هذا من التكلف الذي لم نؤمر به من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا قد يضر بالعينين صحيا، فلا تعمل هذا العمل. لا. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن إغماض العينين أثناء الصلاة. يكره إغماض العينين أثناء الصلاة إلا لعذر، إذا كان هناك عذر كأن يكون أمامه ما يشغله فيغمض عينيه من أجل أن لا ينشغل فكره عن الصلاة. نعم. فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح بأن قضاء الصلاة لا تصلى السنة فيه؟ القضاء إنما يجب للفرائض، أما النوافل إنها لا تقضى إذا فاتت، إلا ما ورد الدليل بأنه يقضى، مثل قيام الليل. نعم. إذا انشغل عنه الإنسان أو نام عنه فإنه يستحب أن يقضيه من النهار. طيب. بما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر. نعم. أو إلى قبيل دخول وقت الظهر، استحب أن يقضيه مشفوعا لا وتراء. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يقضي الإنسان شيخ صالح ما فاته من الصلاة؟ وإلا أيضا تابع للجواب الأول. طيب. نافلة الفجر التي قبلها. نعم. إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر في بعض الأحيان. نعم. غلبه النوم ولم يستيقظ إلا في النهار، فإنه يقضي صلاة الفجر ويقضي قبلها راتبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا يقضى من النوافل صلاة الليل إذا كان للإنسان صلاة في الليل، وتقضى أيضا راتبة ما قبل صلاة الفجر. أي نعم. هذه التي تقضى، هذا التي جاء بها الدليل. بارك الله فيك. إذا متى يجب على الإنسان أن يقضي ما فاته من الفرائض؟ يجب على الإنسان أن يقضي كل الفرائض الصلوات التي فاتته. طيب. ما لم تكثر كثرة يتعذر عليه قضاؤها، أما إذا كان باستطاعته أن يقضيها فإنه يجب عليه ذلك وتكون مرتبة. نعم. جزاك
جزاكم الله خيرا. من ابتلي وترك الصلاة فترة من عمره وحينئذ تاب الله عليه يسأل هل يقضي ما فاته في تلك الفترة من عمرها أو كيف يكون تصرفه؟ الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل. طيب. أما ما تركه في الماضي متعمدا فإنه لا يقضيه، تكفي التوبة، توبة تجب ما قبلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كنت أصلي صلاة العصر وخرج الدم من يدي، فهل تبطل الصلاة حينئذ؟ لأنني سمعت من يقول بأن الدم غير طاهر. إذا خرج دم كثير من الجسم فإنه يبطل الوضوء، ويجب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن لأنه نجس. أما إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يؤثر على الوضوء، لكن يجب غسله من الثوب أو البدن. جزاكم الله خيرا. حد اليسير لو تكرمتم شيخ صالح، هذا يرجع إلى العرف. طيب. عرف الناس المعتدلين لا الموسوسين ولا المتساهلين، فما عده المعتدلون من الناس كثيرا فإنه يكون كثيرا، وما عدوه يسيرا يكون يسيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. يقول أخونا وأنا أصلي في أي صلاة وحتى الآن لا زالت تصيبني بعض الوساوس وأفكر في أمور الدنيا، مع أنني أستمع إلى قراءة الإمام وهو يقرأ وأشد كل أفكاري إلى الصلاة، ولكن كما ذكرت لكم حالي ودهوني جزاكم الله خيرا. هذا شيء يكثر وقوعه في المصلين، ولكن اللي يجب على المسلم أن يقاومه وأن يحاول إحضار قلبه وأن يطرد الشيطان. هذا الواجب على المسلم، أنه لا شك أن الشيطان يتسلط على المسلم في صلاته ليضيعها عليه ويشغله عنها، فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله في أول صلاته بعد الاستفتاح، وإذا حضرته وساوس أو هموم أن يطردها، وأن يتذكر صلاته ويتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ومن هو واقف بين يديه، ثم يطرد الشيطان. هذا الواجب على المسلم، أن يقاومه وأن يجاهده وأن يترك وساوسه ولا يضره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وكون السائل يحس بهذا، نعم، يحس بهذا ويخاف منه، هذا دليل على الإيمان، الحمد لله، ودليل على اهتمامه بصلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف شين صاد، مصري ومقيم في الأردن حين بعث الرسالة، يسأل هل هناك صلاة معينة يقنط فيها المصلي أم أنه يقنط في كل صلاة، وما هو الدعاء الوارد في ذلك جزاكم الله خيرا؟ السنة أن القنوط إنما يكون في الوتر، إنما يكون في الوتر من صلاة الليل. طيب. هذا هو السنة. نعم. أما القنوط في الفرائض الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح أنه لا يقنط في الفرائض إلا في حالة النوازل التي تنزل بالمسلمين كتسلط العدو عليهم أو تضييقه على أحد من المسلمين في بلاد الكفار، فإنه يشرع للمسلمين أن يقنطوا في الفرائض وأن يدعوا الله عز وجل أن يفرج عنهم هذه الشدائد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القنوط في الفرائض دائما وبصفة مستمرة فهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ذهب إليه بعض العلماء. فالحق حق ويتبع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للأب أن يبيع شيئا من أملاك أحد أبنائه أو لا يجوز؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاج، إذا كانت هذه الأملاك فيها فضل وفيها زيادة عن حاجة الولد فلا بأس للوالد أن يأخذ منها وأن يتملك منها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أما إذا كان هذه الأملاك يحتاجها الإبن لضرورته وحاجته فلا يجوز للوالد أن يصادر وأن يأخذها والولد بحاجة إليها أو يضره أخذها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمعة تسأل وتقول: فاعل، ما حكم دفع الزكاة لشخص مديون ولكنه يستطيع قضاء دينه؟ وإذا كان لا يجوز، هل إذا أخذها هذا الشخص وهو جاهل للحكم يكون آثما؟ وهل يترتب عليه أن يعيد تلك النقود التي هي الزكاة؟ أم كيف تنصحون؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة إنما شرعها الله للفقراء والمساكين وبقية المصارف الثمانية المذكورة في الآية. فإذا كان هذا المدين معسرا ومطالب بالدين وليس عنده سداد، فإنه يساعد ويعان من الزكاة لوفاء دينه، لأن هذا يكون من الغارمين، لأنه يكون من الغارمين، والغارمون أحد مصارف الزكاة، سواء الغارم لنفسه أو الغارم لإصلاح ذات البين. أما إذا كان هذا المدين موسرا وقادرا على سداد الدين، فإنه لا يجوز له أخذ الزكاة ولا يجوز دفعها إليه، وإن كان أخذ شيئا منها فعليه أن يرده إلى صاحبه ليعطيه من هو محتاج إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة كان لديها ذهب يبلغ النصاب وكانت تجهل حكم إخراج الزكاة عليه وقد باعته وهي تجهل الحكم فيه، ماذا عليها أن تفعل الآن؟ لا حرج عليها في ذلك، لأن زكاة الحلي الذي يستعمل فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على عدم وجوبها وما مضى لا حرج عليها فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: فتاة تبين لها بعد بلوغها بثلاث أو أربع سنين تقريبا أنه يجب على المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تقضي العشاء أو المغرب، كيف تنصحونها حينئذ جزاكم الله خيرا إذا لم تفعل؟ تقضي الصلوات التي تركتها، إذا كانت تركت المغرب وصلت العشاء فقط فإنها تعيد صلاة المغرب بعدد السنوات التي مرت بها، ما لم تكثر كثرة يصعب عليها القضاء فالله يعفو عنها. أما إذا كان بإمكانها أن تحصي الصلوات التي تركتها وتقضيها فإنه يجب عليها، لأنه دين في ذمتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تذكر أنها لم تصلي الفجر وكذلك العشاء وقد صادف نفس الحالة الذي ذكرته سابقا. نفس الكلام الذي سبق. تقضي ما أمكنها قضاؤه مع التوبة إلى الله. جزاكم الله، لأن الجهل لا يسقط الواجب ولا يسقط الفرض. الحمد لله. من اليمن المستمع سيد هادي بعث يسأل ويقول: أنا شاب في 24 من عمري، بدأت في الصلاة قبل عدة شهور بعد أن هداني الله والحمد لله، فهل علي أن أقضي ما فاتني من الصوم والصلاة وكيف يكون ذلك؟ الواجب عليك المحافظة على الصوم والصلاة منذ توبت الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، ولا يجب عليك أن تقضي ما فات على الصحيح من قول العلماء، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأنك في حالة تركك للصلاة متعمدا لست على الدين، فلما تبت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل عن المرور من أمام المصلي وهو يصلي، هل يقطع صلاته أو لا؟ هذا فيه الإثم العظيم إذا مر بينه وبين سترته، أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة دون ثلاثة أذرع، فإنه يأثم بذلك إثما عظيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. إلا إذا دعت الضرورة إلى المرور، كأن يكون الحرمين الشريفين والزحام، فلا بأس أن يمر من أجل الضرورة، ولا يقطع الصلاة كل مرور، إنما يقطع الصلاة ما ورد الحديث به وهو ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. هذه التي ورد الحديث بأن مرور أحد هذه الثلاثة يقطع صلاة المصلي. جزاكم الله خيرا. هل يجب على الإنسان أن يكون متوضئا عندما يقرأ الأحاديث؟ مستحب أن يكون على وضوء إذا أراد أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ الأحاديث، هذا من المستحبات، لأن هذا عبادة، لأن
قراءة الحديث والذكر عبادة، والعبادة يستحب لها الطهارة أو تجب لها إذا كان هذا من العبادات التي تجب لها الطهارة، أما ما لا تجب له الطهارة فإنه يستحب له الطهارة، ومن ذلك قراءة الأحاديث النبوية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على